أتواجد في مدينة بيت حانون في هذا المركز الذي تم قصفه قبل عدة أيام، وقد طال هذا الاستهداف أحد الطلاب الذين مارس التعليم الإلكتروني بعد ما دمر جيش الاحتلال أغلب الجامعات في قطاع غزة، وهو يعني طالب من أحد طلاب الجامعة الإسلامية التي تم تدميرها بشكل كامل. سنرصد أوضاع ذلك الطالب الذي يمارس التعليم ويستمر في مسيرته التعليمية رغم الظروف الصعبة من قصف منزله وأيضا تعرضه للقصف المباشر في مراكز الإيواء. هنا يسكن الطالب مصطفى العفيفي، وقد يظهر هنا الدمار الذي لحق بالصف الذي التجأ إليه بعدما دمر جيش الاحتلال منزله في هذه المنطقة. سندخل الآن وسنرصد الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها. أنا طالب مصطفى محمد العفيفي، طالب طب بشري سنة ثانية من الجامعة الإسلامية، المفترض تكون ثالثة بس مع الأوضاع والحرب صرنا ثانية، ظلينا ثانية والحمد لله. منزلي انهدم في بيت حانون زي الناس، فالتجأت للمأوى، هذا مأوى المدرسة، مدرسة غزة شوى، فبرضه لم يأمن من القصف فتم قصف المدرسة علينا يعني، وربنا نجانا الحمد لله. مش أول مرة، وقصفنا قبل هيك في نفس المدرسة خلال اجتياح المعسكر، والحمد لله ربنا نجانا منها، كنا قاعدين في الصف، إصابات الحمد لله. يعني أيضا بجانب المخاطرة، حدثني عن المعيقات التي تواجهها أنت يعني وكطالب جامعة، يعني أنو جامعة أنت تدرس؟ جامعة إسلامية. الجامعة الإسلامية تم تدميرها بشكل كامل، كيف آلية الدراسة الآن والاستمرار في هذه الدراسة؟ آلية الدراسة إلكتروني، دكتور واحد بيعطي أكثر من مادة، يعني عندنا نقص في الدكاترة أغلبهم استشهدوا، فبيجي واحد بيعطينا المحاضرات قديمة ندرسها، في بنتغلب الوضع العام يعني كيف نوفر النت، كيف نوفر بيعني أدرس فيها يعني، حاول ندرس سنة في أوضاع يكون فيه مدرسة هادية، ما زبطش بنطلع برا بنشوف لنا دار، شوف لنا مكان تاني هادي ندرس فيه. يعني حدثنا عن المعيقات، نتحدث عن طالب الطب البشري يعني عن تعليم الإلكتروني يحتاج الإنترنت ويحتاج المستلزمات من لابتوب وجوال، وأيضا كل الظروف هذه أصبحت معدومة في هذه المنطقة، كيف تستمر في هذا التعليم؟ والله استمر، مضلش غير اللابتوب يعني، والنت بصعوبة لما بنشبك نروح ننزل محاضرات نرجع عشان ندرسها، شحن الكهرباء ما مش متوفر يعني، خلص الشحن لك السنة تاني يوم لسه تشحن الكهرباء. بشكل عام القراية طب كطالب طب بشري بدنا 12 ساعة قراية، يعني مدة طويلة قراية، قد دوبك تجمع 5 4 ساعات تروح هنا بدك تنقل مي، بدك تجيب حطب، بدك مستلزمات الحرب يعني. أيضا نتحدث عن طالب في هذا التخصص الذي يعني يحتاج عبء كبير من الدراسة، وأيضا نتحدث عن الجانب الآخر وأنت فرد من عائلة تحتاج تأمين الطعام والشراب والحطب وجمع الحطب والنزوح للعديد من المرات، كيف وافقت بين ذلك متطلبات العائلة وأيضا الدراسة؟ والله كيف يعني نوازن بيناتهم، كطالب طب يعني أنا بدي أدرس المحاضرة بدي أظل أعيد وأزيد فيها كمعلومات، زخم معلومات، فلقيت إنه اقتصر إني أحضر المحاضرة عقد إني أحضر المحاضرة أول مرة وقديش بحفظ منها، يعني قد المحاضرة ساعتين فيش زيادة يعني، 3 ساعات فيش، لا ساعتين معي عشان الوزن يجي، هنا نجيب حطب للعيلة نجيب أكل شرب ومن الملتزمات هذه. يعني أنت إيش شايف مستقبل التعليم في غزة بعد تدمير الجامعات؟ والله هو بده وقت، حنظن إلكتروني بس المعلومات بيجيك إلكتروني، أو الكفال حنطلع فيها إلكتروني مش زي الوجاهي، حنظن إلكتروني يعني كله صور فيش حاجة اسمها واقع، فبدها مدة لسه على ترجع الجامعات ونرجع التعليم الرسمي 100%. كيف بيتم الحصول على الانترنت؟ يعني احنا بنعلم شبكات الانترنت واقفة بشكل كامل، انا شاهد جوال يعني في شريحة جوال، شريحة بناخذ منها نت، مرات بتفصل منتجه لصاحب، يعني النت مش دائما متوفر ومش هالسرعة كمان، تحاول تشوف نت قوي تقدم امتحان، يعني الجوال هذا من شريحة أبوي قديمة يعني، لو لها كان هلقيت إحنا ولا حين من غير نت ومن غير ولا شيء، كمان دورناش على قراية ولا شيء يعني. كان خلاص زينا زي الناس التانيين قاعدين في المدارس يعني، استغلينا هالفرصة، الفرصة بسيطة كمان يعني مش معطي حقها. يعني ما هي رسائلكم أنتم
كطلاب جامعة إسلامية وأيضا الجامعات في قطاع غزة بعدما تدمرت بشكل كامل؟ والله رسالتنا انه يطلعوا علينا، يشوفوا انه في طلاب بدهم يكملوا تعليمهم الدراسي، تعليمهم الجامعي، يعني بدهمش يضلوا واقفين ولو باقل التكاليف اي حاجه، بس ما يخلوناش قاعدين على الدراسه، قاعدين على الدراسه، بدنا عمر هذا في الاخر بيروح منا. انا لما قصف بيتي كل كتبي وكل ورقي كل طباعتي كلها راحت، فبنعاني من القصه هذه انه فيش طبعات والطباعة هنا غالي جدا، فبنمشي حالنا في ورق نخربش عليه تخربش وبس. يعني الكتب الدراسية يعني التي كنت تحصل عليها في الجامعة سابقا، هل تم استخراجها أو يعني؟ ولا كتاب مشيت عليه، نمشي وين موزعات عند الدار، لكن أنا بعاد عن الدار كمان، مش حوالين الدار ولا كتاب، حتى ورقة نلاقي كتاب زي ما هو نستفيد منه ولا شيء. يعني هذا يزيد صعوبة من جدا، يعني اللابتوب بغنيش عن الكتب وعن الورق، بغنيش يعني، ولو انا بس بحضر محاضرات بس سيدات بقرا قراية، بس بدي قلم، بدي ورق، بدي كتاب طباعة، بدي كتاب مطبوع اخربش عليه. يعني هذه الظروف التي يعيش بها هؤلاء الطلاب، لكن يصرون على استمرار المسيرة التعليمية رغم تدمير جميع الجامعات في قطاع غزة. هنا المسيرة التعليمية مهددة بالاستمرار إذا تم استمرار القصف والاستهدافات، وأيضا هنا الطلاب يصارعون الموت حتى يتمكنوا من استمرار التعليم والدراسة في ظل ظروف صعبة من إمكانية توفير المسكن وأيضا إمكانية توفير الإنترنت في ظل إعلان الجامعات على التعليم الإلكتروني. حسام شبات لصالح قناة الجزيرة مباشر شمالي قطاع غزة.